نكمل الجزء الثاني من موضوع الاتش سي في بارت 2 ثاني محاضره فموضوع الاتش سي في واتكلمنا عن الانيشال تريتمنت واخدنا النايف جينوتايب 1 بنوعيه جينوتايب 1 اي وجينوتايب 1 بي واتكلمنا في حاله الزوتس سيروزس وفي حاله الكومبسييتد سيروزس هناخد النايف جينوتايب 2 النايف جينو تايب 2 لما يكون المريض ما عندوش سيروزس الريجيم اللي هديك ليكابريفير مع البايبرينتاسفير 300 120 لمده 8 اسابيع او السوفوس بيوفير مع الفيلبتاسفير 400 100 لمده 12 اسبوع الالترناتيف بقى ديلي داكتلاسفير مع السوفوس بيوفير لمده 12 اسبوع وقلنا الملحوظة بتاعت الدكتوراسفير ان انا بغير الدوز بناء على هل في concomitant use of inducer أو inhibitor للسيتوكروم P450-3A4 تمام حد عنده استفسار النايف جينوتايب 2 لما يكون عنده كومبنسيتد سيروزس الريجيمين ده هو ده تمام بس الفرق انا هنا بدي سيفو سوبيفير مع فيلبتازفير 12 اسبوع زي الريجيمين ده بس هنا الريجيمين ده هنا ليه الاولويه لما يكون في كومبنسيتد سيروزس هنا مالوش الاولويه تمام بدل الجليكابريفير بريفير مع الباي برينتاس لمدة 12 اسبوع تمام هنا بدي لو ما فيش سيروزز بدي لمدة 8 اسابيع الريجيم ده هو ده مع فرق المدة الزمنية الاولوية والمدة تمام دكتور مازن في الجايد لاين بيذكر الاهم فالاهم ويحط لك الكلاس اوف ريكومنديشن وليفل اوف ايفيدنس جنبها تمام الالترناتيف بقى لما يكون مفيش فيش سيروزس او فيكم بسيطه سيروزس الريجيم من واحد بس الفرق ان ده 12 اسبوع وده من 16 ل 24 اسبوع ده اكتلاسفير مع سوفسجوفير تمام الجداول دي كلها ممكن تتلم في جدول واحد بس انا فردتها عشان بس الدنيا تبقى ماشيه واحده واحده معاك ده كلانزا بالظبط هو دكتلاسفير مع السوفيسيو بيفير طب الجينو تايب 3 النايف جينو تايب 3 وزاوت سيروزيس دي اللي فيكس الدوس كومباينيشن ليكابريفير مع البايب برينتاسفير 300 120 لمده 8 اسابيع او سوفيسيو بيفير مع الفيل 400 100 لمده 12 اسبوع حد فتح المايك تمام الالترناتيف داكتالاسفير مع سوفيسوبيفير 12 اسبوع مش ملاحظين ان جينوتايب 2 و3 في الالترناتيف لما ما يكونش فيه سيروزس هو هو ده نفس الالترناتيف بتاع الجينوتايب 2 وزاوت سيروزس تايب جينو 3 لما يكون فيه كومباسيتد سيروزيس الدكلانزا داخل في كل الريجيمنز يعني جلاكي بريفير مع البايبرين تازفير 12 اسبوع سوفي سوبيفير تازفير 12 اسبوع نفس الكلام والسيروزيس زي الوزاوت سيروزس في جينو تايب 3 تمام هتلاقوا الكلام متكرر ممكن نقول اس بي 4 بس في الالتيرناتيف بقى في الجينو تايب 3 اللي عنده كومبنسيتد سيروزس في ديلي فيكس دوز كومباينيشن سوفوسوفير فيلبتاسفير مع الفوكسابريفير او فوكسيلا بريفير بس امتى هدي الريجيم ده؟ في نوع من الريزستانس او الريزستانس اسوشيتد موجوده على الفيروس انا بدور عليها في بوزيشنز معينه لو موجوده يبقى معنى كده ان الفيروس مكتسب ريزستانس تمام لادويه معينه فهروح اديله ريجيم يتغلب على الريزستانس دي قال لك لو الواي 93 اتش موجوده بندي من ده لمده 12 اسبوع تمام سفير مع السوفوسيبوفير ممكن اضيف الريبافيرين او لا لمده 24 اسبوع في اللي هو الريزيستنس اسوسيشن سبستيتيوشن اللي هو اسمه ريست تيست اختصارها بعمله للسبستيتيوشن اللي هو واي 93 اتش ده recommended لما يكون المريض عنده سيروزس تمام ده بيزلين تيست انا بعمله لو البيزلين تيست ده موجود عند المريض هد الريجيم ده تمام انا بعمله لو لقيت اني السبستيتيوشن ده اللي هو الواي 93 اتش موجود بضيف الريبافيرين في الريجيم تمام بضيفه على انهي رجيم على الرجمن ده فاهمين يا جماعه ولا عيد تاني لو مش هعرف اضيف الريبافيرين على الرجمن ده يبقى انا هلغي الريجيمين ده وهاخد الرجمن الاولاني لو صفر مع مع اللي هو سيف سوبيفير مع الفيتباتازفير مع الفوكسيل بريفير تمام الصوت مش واضح طيب هقولها من الاول تاني طب ركزوا معايا بقى صوت واضح يا جماعه عند كل الناس دكتور مازن طب زمايلنا اللي داخل مصر الصوت واضح او ممكن يكون الصوت خارج مصر فيه مشكله داخل مصر الصوت واضح واضح دكتوره ماي واضح عن دك بيقطع عند دكتوره سماهر عند دكتوره مروه تمام يبقى المشكله في اتصالات خارج مصر طيب دلوقتي انا قلت في ريزيستنس اسوشيتد substitutions تيستينج ده تيست ان انا بشوف في substitutions معينه موجوده على الفيروس ولا لا في بوزيشنز معينه لو موجوده معناها ان الفيروس مكتسب ريزيستنس ما او مقاومه مقاومة ما يعني ضد ريجيم أو ضد ميديكيشن معين تمام فأحيانا إن أنا بعمل البيز لاين تيست ده أيا كان عشان أدور على كذا نوع من السبستيتيوشنز تمام في سبستيتيوشن بدور على بوزيشن اسمه واي 93 اتش تمام ثواني يا دكتور مازن هجيبها واحدة واحدة تمام يا جماعه؟ طيب انا بعمل ريزيستنس تيست بقى او ريزيستنس تيستنج لبعض السبستيوشنز بناء على هل انديكيتد ولا لا تمام؟ لقيت الواي 93 اتش موجود السبستيوشن ده موجود هد الريجيمن ده واضيف عليه الريبافيرين حلو كده؟ او بديل لو ما عرفتش اضيف الريبافيرين على الريجيمين ده هلغي الريجيمين ده خالص مع الريبافيرين وهاخد الريجيمين الاولاني حلو كده لو الواي 93 اتش مش موجود هاخد الريجيمين ده وما اضيفش الريبافيرين اللي هو الدكتسالازفير مع السوفيسوبوفير وزوت الريبافيرين فهمتوا يا جماعه يعني لو الواي 93 اتش substitution موجود؟ هاخد من الثاني مع ريبافرين معرفتش عرفتش هاخد من الثاني مع ريبفيرين، هاخد من الاولاني، تمام؟ مش موجود الواي 93 اتش، هاخد الريجمن الثاني وزوت ريبفيرين، حلو كده؟ فهمت يا دكتور مازن؟ وضحت يا دكتور مازن يا دكاتره وضحت متلخبطه طيب ماشي هقولها لكم تاني ماشي هجيبها من فوق لتحت يا جماعه انا بدي بريفير مع البيلد مع الفوكسيلي بريفير لو السبستيتيوشن ده في التيست لقيته موجود انا بدور على السبستيتيوشن ده في الراست تيست اللي هو ريزستنت اسوسيشن سبستيتيوشن لقيت السبستيتيوشن ده هاد الريجيم ده تمام دي اول حاجه ثانيه يا دكتور مازن وهتفهم المكتوب ثانيه واحده بعد كده عندي ريجيم تاني ممكن اديه بدي زفير مع السيفوسيبوفير ممكن اضيف الريبافيرين او ما اضيفوش امتى اضيف الريبافيرين لو السبستيتيوشن اللي هو الواي 93 اتش موجود حلو كده بس مفيش حاجه تاني المكتوب ما اي خلل يا دكتور مازن عندي سبستيتيوشن يا جماعة واي 93 h بدور عليه لو السبستيتيوشن ده موجود بصوا ادي الريجيم من الاولاني وادي الريجيم من التاني تمام الرجل من التاني ممكن يبقى زائد او ناقص ربافرين حلو كده لو السبستيتيوشن ده موجود لو موجود هدي الرجيم من الاولاني او التاني زائد ربافرين حلو كده؟ لو السبستيتيوشن مش موجود هد من الثاني وزوت الريبافيرين حلو كده؟ وصلت يا دكتور مروه وصلت يا دكتور مازن ادي الريجمن الاولاني بالخط الاحمر اهو لحد هنا وادي الريجمن الثاني اهو تمام ده واحد وده اثنين انا بدور على السبستيوشن اللي هو الواي 93 اتش تمام لقيت السبستيتيوشن ده موجود بيرزنت في الفيروس هاد الريجمن الاولاني او هاد الريجمن الثاني مع ريبافيرين تمام ملقتش السبستيتيوشن موجود هد الريجيم من الثاني من غير الريبافيرين حلو كده عشان كده لو ده موجود يبقى في الريجيم من الثاني الريبافيرين شوت بي انكلودد ولو مش متاح ان انا ادي الريبافيرين يبقى انا هدي الريجيم من الاولاني واريح نفسي سوف سوفيوفير سوف سوف مع الفيلبتازفير مع البوكسيل بريفير حلو كده وضحت طب ايه وضحت ولا لا يا جماعة دكتور مازن تمام يا دكتور تمام النايف جينوتايب 4 ديلي فكس دوز كومباينيشن جليكابريفير بريفير مع البايبرينتاسفير او سيفوسوبيفير مع البلباتاسفير الالباسفير مع الجرازوبريفير والالباسفير قلنا احنا محتاجين ريزيستنس اسوشيتد سبستيتيوشن بيز لاين تيست قبل ما ادي الباسفير او ادي الليديباسفير ب... اللي او السيفوسوبيفير تمام كلهم 12 اسبوع ما عدا الريجيمين الاولاني اللي هو بريفير مع البايبرينتاسفير 8 اسابيع بس ده في حاله ان ما فيش سيروزس تمام او الترناتيف للريجيمينات الاربعه دول ان ادي بريفير مع الريتونافير مع الامبيتاسفير مع ريبافيرين 12 اسبوع تمام طب لو ما لو فيكم بسيطة سيروزس في النايف جينوتايب فور بيشنت كل الريجيمينز هتبقى 12 اسبوع ما فيش حاجه اسمها 8 اسابيع سوفو مع بيلبا تمام جليكي مع بايبرينتا البا مع جرازو ليدي مع سوفو تمام كان قبل الابديت لمده 24 هجيني تايب فور يا جماعه ده اللي احنا في مصر اللي احنا بنعاني منه في مصر يعني اللي مصر كلها بتعاني منه تمام هو نفس اللي عندكم ده في فلسطين اكيد تمام احنا جران طب احنا جران واخوة يعني الالترناتيف ديلي فيكس دوس كومبينيشن من البارت تو بريفير مع ريتونا بريفير مع الامبيتازفير مع ويت بيز ديريبافرين لمده 12 اسبوع تمام ده الهوم ورك يا جماعه عايزكم تركزوا فيه يقول لك بليز سي ستيتمنت اون اف دي اي of ريجاردنج يوز اوف فريتا بريفير مع ريتونا فير مع الامبيتاس زائد او ناقص الداسو في البيشنت اللي عندهم سيروزيس دوروا لي عليها دي الهوم ورك بتاعكم يا جماعه تمام عايز الورنينج نايف جينو خمسة إذا جينو تايب خمسة وستة سواء عنده أو ما عندوش كومبسيتة سيروزيس جليكا بريفير مع بايبرينتا سفير أو جليكا بريفير مع بايبرينتا سفير بس الفرق 8 أسابيع لو ما عندوش سيروزيس و12 أسبوع لو في سيروزيس تمام سوفو مع بيلبا تسفير أو ليدي بسفير مع سوفو سوبيفير كلهم 12 أسبوع ودولا لو في او مفيش سيروزس تمام؟ انما الرجيم ده هو هو بس الفرق المده الزمنيه 8 اسابيع لو مفيش سيروزس و12 اسبوع لو في سيروز تمام؟ ده النايف جينوتايب 5 و6 ندخل بقى على البوست تريتمنت فولو اب يعني احنا خلاص خلصنا العلاج وعملنا بي سي ار للمريض هارفوني في كل الرجيم ثواني يا جماعه خليكم معايا ثواني لحظه آه يا دكتور آه سماهر أنا بصراحة صراحة يعني أنا آسف إن أنا فاشل قوي في الأسماء التجارية. يعني ومش معظم الناس بتاخده أوت بيشنت يعني أنا مهتم أكتر في المستشفى إحنا مش إحنا بندي العلاج من العيادات أه اللي الأوت بيشنت بس بيجي لنا الحالات بعد ما تتنايل من العلاج يعني تمام؟ يعني الحالة تاخد العلاج وتتظبط في البيت حب تدخل في ديكومبنسيشن وتجنّ متنقله في البيت الليدي باسفير مع السوفا سوبيفير تمام ما هو المشكله في كده الحاله تدخل في ديكومبنسيشن بعد ما تاخد العلاج وتجنّ المستشفى انت اخدت علاج الفيروس انت اه لسه موقفه من شهرين يا دكتور طب الحمد لله هوب ديكومبنسيشن والحاله تتعب عشان كده في فولو اب اثناء التريتمنت وبعد التريتمنت الجايد لاين ريكومند يا جماعه شويه مونيتورنج للبيشنت اللي هم التريتمنت بتاعتهم فشلت انها تحقق السستين فيرولوجيك ريسبونس هو مش ليه كده يا دكتوره ياسمين هو وارد ان يحصل ديكومبنسيشن طبعا لما يكون حاله المريض على المحك يكون عنده سيجنيفيكانت فايبروزس في اي لحظه ممكن يدخل في يدخل في دي كومبنسيشن وخاصة لو الميتافيرس ستيج بتاعته f 3 او 4 تمام؟ قال لك ان المريض اللي هما التريتمنت بتاعتهم فشلت انها هتحقق السستيند فيرولوجيكال ريسبونس تمام؟ يعني العلاج حصل منه فشل او ريلابس تمام؟ او ما جابش نتيجة في اللحظة دي ممكن يحصل ديزيز بروجريشن ويحصل دي كومبنسيشن فقال لك ايه؟ لازم تعمل ديزيز بروجريشن اسسمنت كل 6 ل 12 شهر عش بايه بانك تعمل تحليل هيباتيك فانكشن بانل وتعمل سي بي سي عشان ما يحصلش الكنيميا من العلاج زي الريبيفرين وتعمل اي ان ار الاي ان ار ده بيحدد لك جزء من الفانكشن بتاعت الليفر عشان انت تشوف هل وظايف الكبد تمام ولا حاله الكبد بتدهور تمام يا دكاتره بعد كده حاجه تاني من الاسسمنت بتاعتك ان ما يحصلش ديزيز بروجريشن انك تعمل سريفلانس او سكريننج للهيباتوسيلولار كارسينوما انك تعمل الترا ساوند كل ست شهور تمام وخاصه الناس اللي عندهم ادفانسد فايبروزس لان هم أكتر ناس عندهم ريسك تو ديفلوب هبته سيلو كارسينوما وخصوصا لما يكون الميتافيرس ستيج اف 3 او اف 4 واللي هي بتعبر عن الادفانسد فايبروزس تمام واللي حاضر المحاضره الاولى هيعرف يعني ايه ميتافيرس ستيجنج بعد كده بعمل ابر اندوسكوبي عشان اشوف هل في اسوفيجال فيريسز ولا لا واعمل اندوسكوبيك فيريسيال لايجيشن لو في فيريسز او فيريسز محتاجه ربط يعني اعمل سكريننج لدوالي المريء دكتوره سماهر بعت بيبر ولا ايه هيباتيك افكتس هيباتيك دي كومبنسيشن اند هيباتيك فيليون كودنج ليفر سنس فيتال في تلك كيسز هابير ريبورتد ويز امبيثس quality ده افكتس طب اه 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 تمام تمام ده اجابه السؤال ما شاء الله طيب معلش يا دكتوره سمير انا مش هقبل الكلام ده انا عايز الريفرنس عايز الايفيدنس عايز الايفيدنس لازم يا جماعه الايفيدنس اندوسكوبيك سكريننج عشان اشوف الاسوفجيال فيرسز يا دكاتره تمام عشان المريض كده كده دي كومبنسيتد او دخل في دي كومبنسيشن او سيروتيك ابديت اب تو ديت 2018 طيب البير ريفيو او بير ريفيو كان تاريخ كام زي ما قلنا بنعمل الدسكوبك فيريسيال لايجيشن تمام ايفالويشن اوف فور ريتريتمنت يعني ايه يعني قيم المريض هل ينفع ابدا له العلاج ثاني ولا لا تمام هل ينفع اديله علاج تاني بعد الريلابس او بعد ما فشل انه يحقق سستيند فيرولوجيك ريسبونس ولا لا تمام واشوف هل في الترناتيف تريتمنت افكتيف او افيلابل للمريض ده ولا لا يعني مستحيل هدي الريجيم اللي كنت بديه قبل كده وحصل منه فشل انه يحقق سستيند فيرولوجيك ريسبونس هدور على الترناتيف تاني تمام الحاجه اللي مش ريكومندد ان انا اعملها اثناء او بعد العلاج انك انت تعمل مونيتورنج لل سي في دراج ريزيستنس اسوسييتد سبستيتيوشن ديورنج اند افتر يعني اثناء العلاج او بعد العلاج ده نوت ريكومندد انت بتدور على substitution عشان تشوف resistance بتاعت الدراج تروح تدور على resistance جوه الجسم بتاع الانسان بعد انت ما العلاج طب ما ممكن يكون الفيروس اكتسب ريزيستنس فعلا او يكون الفيروس خلاص تعود على العلاج وشافه فهيحصل ديفلوبمنت للسبستيتيوشن على الفيروس وتحصل ريزيستنس فاحنا قلنا الريست تيست او الريزيستنس اسوشيتد سبستيتيوشن امتى بعملها؟ عايز حد يكون ذكي يكون يقول لي امتى؟ دكتوره سمر ريز هاند ترفع ايديها طيب دكتوره سماهر بتقول ما سمعتش طيب قال لك حاجه نوت ريكومندد انك تعمل سكريننج معين اثناء او بعد العلاج انك ما تعملش مونيتورنج للدراج او resistance associated substitution اثناء او بعد العلاج يعني انت دلوقتي فتره العلاج اهي بدات هنا اهو وانتهيت هنا ما ينفعش في الفتره دي او بعد العلاج تروح تعمل التيست ده ليه؟ لان المريض اخذ العلاج فانت لو بتدور على Resistance Associated Substitution ما ممكن تلاقيها موجوده، هتلاقي النتيجه بتاعتك بوزيتيف لان اوريدي المريض اخد العلاج. يبقى الصح ايه؟ انك قبل ما تبدا اي علاج تعمل التيست ده كبيز لاين، تمام؟ ما تروحش تعمله اثناء ما بياخد العلاج. ممكن يديك فولس بوزيتيف ريزلتس. تمام؟ ماشي يا دكاتره؟ البوست تريتمنت فولو اب للبيشنت اللي هم العلاج جاب تاثير معاهم وحققوا سستيند فيرولوجيك ريسبونس قال لك ان المرضى اللي ما عندهمش ادفانسد فيبروزس يعني الميتا فيروس ستيج بتاعتهم اف 0 او فيبروزس 1 او فيبروزس 2 اعمل فلو اب واعتبر المرضى دول زي الناس اللي عمرهم ما اخدوا عدوى فيروس سي يعني الفولو اب بتاعهم يا سيدي عاملهم كانهم زي الناس اللي عمرهم ما اخذوا العدوى شوف اللي ما أخدش العدوى في حياته ده بيروح يعمل تشيك اب على نفسه كل قد ايه خلاص انت عامل المرضى دول اللي هم خفوا وكان الفايبروزس عندهم مش سيجنيفيكانت عاملهم كانهم مرضى ناس طبيعيين ما اخذوش العدوى كاني شيئا لم يكن فولو اب is the same as if they were never infected with HCV تمام الحاجة التانية لما تيجي تعمل اسسمنت للريكورنس بتاع الاتش سي في او الري انفكشن وهقف هنا عند حتة الري انفكشن طب الريكورنس عارفين او الريلابس الري انفكشن اخذ عدوى ممكن يكون اخذ عدوى من اي مكان تاني انتوا عارفين ان المريض ممكن يعمل لنفسه ري انفكشن حد عارف دي ايه؟ فرشة سنان يروح المريض يستعملها وهو بياخد العلاج الجم بليد ويبقى فيه شوية بلاد هنا والفيروس بيعيش قلنا سبعة ايام وهو بياخد العلاج بيحصل كليرنس بالدواء يعني الفيروس بيتشال يروح يستعمل فرشة السنان ياخد دوز من الفيروس ياخد دوز من الفيروس ياخد دوز من الفيروس الري انفكشن يا جماعه بتبان في الليفر كيمستري ان الانزيمز بتعلى بسرعه او بتعلى قوي وكاني حصل ري انفكشن ما حصلش ريلابس وانا شفت بعينيا تحاليل حاله ري انفكشن كنت بتكلم مع فيزيشن فقلت له تقريبا ريلابس قال لي بص للانزيمز الانزيمز, الانزيمز عاليه ده معناه ان حصل ري انفكشن مش ريلابس الدواء جايب تاثير معاه بس هو بيستعمل حاجه جابت له ري انفكشن راح المريض قال له انا كنت فعلا بستعمل فرشه السنان ما غيرتهاش الا كل ما بغيرهاش الا كل شهر. قال له فرشه السنان حطها في محلول معقم للفيروس. تمام؟ بس احنا بنعمل اسيسمنت للريكرنس والري انفكشن فقط لو المريض عنده أنجينج ريسك من الاتش سي في انفكشن يعني لو واحد شغال في مستشفى او واحد بيخالط ناس عندها العدوى احسن معقم هو انا عندي اهو جنبي على المكتب اسمه ستريليوم او اي اتش دي تمام ده مكتوب عليه ان هو اكسترنالي uh, اند undiluted بيستعمل بكتيريا سايدل انكلودنج تيوبركلوسيس فانجي virucidal against the enveloped viruses HPV, HCV, HIV against the rotaviruses Adenoviruses في 30 second تمام؟ recommended by Robert Koch Institute في 2004 تمام؟ كذا حاجة يعني ما خلاش تمام؟ ده disinfectant اسمه sterilium تمام؟ احنا بنستعمله في المستشفى يعني انا بقرا لكم كل الكلام اللي مكتوب عليه يعني على الليبل ثواني يا دكاتره يا جماعه طيب قال بنعمل السكريننج للريكورنس او الري انفكشن اونلي لو المريض عنده اونجوينج ريسك ان يحصل انفكشن ثانيه تمام او ان يكون المريض حصل له هيباتيك ديس فانكشن اكسبليند يعني لقينا قصور في وظائف الكبد مش مفسر فانا بعمل اسسمنت للريكورنس هروح ادور على الاتش سي في هل حصل منه ريكورنس ولا لا تمام في الحاله دي اعمل اسسمنت ازاي؟ ان انا اعمل بي سي ار كوانتيتيف اتش سي في ار ان اي بس مش هعمل الانتباضي حد يقول لي ليه مش هعمل الانتي يا جماعه؟ سريعا كده اوريدي 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 بريزنت تمام يا دكتور مازن لا هو كده كده الانتي موجود تمام بس السيرفلانس بتاع ال HCC مرتين في السنة بالالترا ساوند ريكومندد لو المريض عنده Advanced Fibrosis زي ما قلنا Metavir F3 و F4 حتى لو هو Achieve Sustained Virological Response تمام يعني لو Achieve او Not Achieve Sustained Virological Response لازم اعمل له Screening للحدوث ال HCC تمام النقطة اللي بعد كده البيز لاين اندوسكوبي ريكومندد عشان اعمل سكريننج للفيريسز لو في المريض سيروزيس عنده سيروزيس احنا عندنا احنا بنعمل منظار للمريض قبل ما نبدا علاج الاتش سي تمام كبيز لاين لو في فاريسز موجودة بنعمل لها اندوسكوبك فاريسيال لايجيشن يعني ربط لازم تتعالج ولازم نعمل فولو اب تمام الاسسمنت بتاع الاذر كوزز اوف ليفر ديزيز از ريكومندد يعني انا المريض عنده اتش سي في لازم اعمله شويه تحاليل تانية واشوف هل في مشكله تانية ممكن تكون سبب في مشاكل الكبد يعني في اديشنال انسلت على الليفر مش شرط يكون الاتش سي في لوحده تمام بس امتى اعمل كده ان انا ادور على اسباب تانية تكون سببت مشكله في الكبد لو المريض حصل له أب نورمال ليفر تيست بعد ما حقق السستين ديفيرولوجيكال ريسبونس يعني بعد ما حصل نجاح للتريتمنت لقيت وظائف الكبد او الليفر كيمستري بقت اب او اتدهورت اروح ادور على اسباب ثانيه لقصور وظائف الكبد تمام المونيتورنج بتاع الاتش سي في ديورنج كيموثيرابي اند يعني المريض خد العلاج والامور بقت تمام تمام لازم اعمل بروسبكتيف مونيتورنج يعني اتابع المريض مع تقدم الوقت انه يحصل له ريكارنس او لا تمام لو كان المريض حقق اتشيف ذا sustained او اتشيف ذا ريسبونس يعني خف من العلاج تمام لازم اتابعه باستمرار وخصوصا المريض لو بياخد immunosuppressive تريتمنت يعني زي systemic corticosteroids او انتي ميتابولايتس او كيموثيرابي تمام varices is not a sign of decompensation. ال variceal hemorrhage وال variceous sign of portal hypertension ودي علامة من علامات decompensation. ال decompensation بيسلك سلوكين سلوك الأسيتس وسلوك ال variceous والبورتال hypertension. سلوك البورتال هايبرتنشن اللي هو بيعمل اسايتس و variceal hemorrhage أو سلوك ال تمام. نكمل يا جماعه المريض قال لك لو هو حقق سستين دي Response ريسبونس انت خايف من الريكارنس قال لك لو بياخد امينو سابريسيف تريتمنت لا ما تخافش انت مش محتاج تعمل مش محتاج تعمل Assessment او بروسبكتيف مونيتورينج باي جرعة جرعه سيستميك كورتيكوستيرويدز يعني ايه بدي له علاج ازاي وهو حتى دلوقتي انت بتتكلم في ريكارنس من العدوى اي مريض خف انا بعمل له ايه بعمل له او مونيتورنج باستمرار قلنا الاسباب اللي خل... خليني اعمل مونيتورنج انه يكون عنده ريسك ان تجيله العدوى او عنده في سيروزس او في فانا خايف على ما تبقى من الليفر تمام قال لك وجود الامينو سابريسيف تريتمنت مش حاجه تخوفك تخليك تعمل مونيتورنج للمريض لان المريض ده بتبقى مناعته ضعيفه عرضه اكتر ان تجيله العدوى بس قال لك بالرغم من كده انت مش محتاج تعمل مونيتورنج تمام وضحت حد عنده سؤال؟ حتى لو بريدنيزولون 5 مللي جرام هو قال لك سيستميك كورتيكوسترويدز قال سيستميك ما قالش لو دوز او هاي دوز قال ايا كان معنى انه يقصد ان يحول لك الكورتيكوسترويد الكورتيكوسترويد ممكن تتاخد انهيلد او سيستميك طالما انتقل لسيستميك يبقى هو بيتكلم حتى لو على اقل دوس سيستميك تمام على اوردينال سكيل من 1 ل 10 قولوا لي مدى فهمكم للجزء ده البي سي ار كل قد ايه؟ هو قالك لو انديكيتد تعمله يعني في حالات معينه انت بتعمله هو قالك لو في ريسك تروح تعمل البي سي يعني احنا اتكلمنا اهو قلنا انت بتعمل assessment لل لو البيشنت عنده engaging risk تمام او حصل unexplained dysfunction في الليفر تمام انت بتعمل RNA quantitative عشان تعمل assessment لل recurrence او reinfection تمام تعملها كل قد ايه زي الطبيعي كل سنه كل ست شهور انت هنا بتدور على ري مش بتتكلم على ريلابس اثناء المريض ما بياخد العلاج بتبقى كل شهر او كل شهرين انما بعد ما خف خلاص انت بتعامله كبني ادم طبيعي وهالبني ادم الطبيعي بينطبق عليه اللي ينطبق على اللي خف الا بعض الحاجات التانية زي السريفلانس بتاع الاتش سي سي او التحاليل بتاعت وظائف الكبد مدى استيعابكم للجزء ده يا جماعة؟ تمام تمام بريك عشر دقايق ونرجع إن شاء الله عشان ناخد الريتريتمنت بعد اللبس سلام يا جماعه